الآن جاء موعدنا مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرضها لنا من جديد فاطمة خليل. شكرا مصطفى، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، اسكندرية 32 23، مطروح 29 24، بورسعيد 33 24، اسماعيلية 36 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35 23، العريش 34 24، طابة 36 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 39 29، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41 28، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 36 26، حلايب 35 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.